كويس جوه مراية تشبه نفسك ولا الصورة الواحد تاني؟ جسمك فاني وروحك باقي، اسأل قلبك دورك ترسي فالة كبير ولا حياتك وهم وعدة واما تطل بطلة خيرة؟ جاوب نفسك. للمعصية مهد ممتد منذ بدء الخليقة، فلم يكتفي إبليس بمعصية عدم السجود والتكبر والتمرد على الله فحسب، بل قرر أن يجلس بالمرصاد لآدم ونسله، فوسوس لآدم وزوجه ثم لقابيل أن يقتل أخاه، وبدأت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان كحال السهم لا يستقيم إلا إذا كان القوس أعوج. سلام الله عليكم مشاهدين الكرام. شتان بين معصيتين، إحداهما كبر واستعلاء والأخرى ضعف وابتلاء. معصية لا نجاة منها تأخذنا في مسلك الشيطان فتحولنا لجند من جنوده، والثانية لا مناص منها لكنها مغالبة مع النفس تدعونا إلى المغفرة وتقوينا باجتنابها وتعلمنا بالكف عنها، وأن البر والتقوى هما الأبقى في معترك الصراع بين الخير والشر، وأنهما ضالة الإنسان التي بها يستحق لقب الإنسان. العاصي والمعصية موضوع حلقتنا مع معالي الدكتور محمد نوح القضاء. وغيات حياك الله. أهلا وسهلا، يا مرحبا. ابتداء، هل الله يكره العاصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وإذا قلنا الله عز وجل يكره العاصي، إذن الله لا يحب من خلقه إلا 314 إنسان اللي هم عدد الأنبياء. في يوم معركة بدر قال عليه الصلاة والسلام: أنتم مثل إخواني من الأنبياء، يعني الأنبياء 314 رجل. الأنبياء معصومون من الذنوب، وما عداهم كل ابن آدم خطاء. فلو أن الله يكره ذات العاصي، إذن الله لا يحب خلقه. إذن ماذا يكره الله؟ الله عز وجل يكره المعصية. ولذلك إحنا حصل عندنا خلط وارتكبنا خطأ وخطيئة. خطأنا أننا نكره ذات العصاة، يقول لك ابعد عني بديش أحكي معاه. العاصي محل دعوة، العاصي هو الأرض التي يجب أن تغرس فيها الطاعة. العاصي سيأخذ بعنقك يوم القيامة ويقول: أدي إلي حقي. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إن الرجل لا يتعلق بعنق الرجل يوم القيامة، يقول: أدي إلي حقي. فروح ذاك بدفعه، يقول: إليك عني، والله ما أعرفك. فيقول: بلى، وجدتني على المنكر فلم تنهني. يا الله، شفتني لابس خاتم ذهب وما قلت لي بلى منه، شفتني تارك للصلاة، شفتني مرابي، شفتني وشفتني 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 ومع ذلك لم تنصحني. فسيطالبك بحقه يوم القيامة. ذلك إحنا مشكلتنا مش مع العاصي، العاصي مريض، العاصي مريض. لا يعيبنا المعصية، المعصية لا تعيب أحدا، ولكن الذي يعيبنا عدم التوبة، الذي يعيبنا سكوت الطائع على العاصي. وهل عصى العاصي إلا لأن التائب سكت؟ لذلك إحنا في عنا مهمة قد تكون أبلغ وقد تكون أكثر بؤسا وشؤما من معصية العاصي. العاصي ليش عصى؟ إما زلت قدمه أو ضعفت نفسه أو غلبه شيطانه. لكن ما الذي جعلني أسكت على معصية العاصي؟ ليش ما تنصح أخوك المسلم يا من تدعي دخول الجنة؟ هو بقول لك: أنا أدخل الجنة وأنا مصلي وصايم، أنا صمت وصليت، افتح باب الجنة بدي أدخل، تعال تعال تعال. أي باب جنة؟
ألم ترى أخاك على معصية فسكت فكنت شريكا له في المعصية؟ ربنا هدد الساكت عن المعصية أكثر من العاصي. يا الله، الهاد ساكت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله أرسل ملائكته ليعذبوا أهل قرية. شو الملائكة قالت؟ فقالت الملائكة: يا رب، إن فيهم فلان رجل صالح طائع صايم صلي من البيت على الجامع الجامع على البيت. فقال الله عز وجل: به فابدأوا، به فابدأوا، صبوا عليه العذاب صبا حتى تسمعوني منه صرخة، إنه ما تمعر وجهه يوما في سبيلي. عمر ما زعل حاله لدينه ولهداية عاصي. إحنا مشكلتنا، إحنا المشكلة مش العصاة، العاصي ما وصلته المعلومة لكن أنا سكت عنه. يعني نحن بين طائع وعاصي، العاصي لم تصله المعلومة أو زلت قدمه أو ضعفت نفسه أو غلبه شيطانه. طب أنت يا أبو الهداية ليش ما تحكي مع أخوك؟ ولذلك فقهنا لدخول الجنة بحل المشكلة. في ناس بيفكر راح يدخل الجنة لحاله، لا، ربنا قال في القرآن الكريم وسماها باسمها، قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. زمرة مش فرادة، ما فيش واحد يقول يا أخوان افتحوا. فبدي أسأل كل واحد بيشاهدني الآن، وين الزمرة تبعتك؟ أين هي زمرتك؟ أين هي مجموعتك التي تدخل فيها الجنة؟ الصحابة رضي الله عنهم لو أنهم عاشوا عيشة الفردية اللي احنا عايشينها اليوم، والله ما خرج الإسلام من مكة، والله صدق. لو نحن نعيش، لو الصحابة عاشوا فردية أمتنا اليوم ما خرج الإسلام من مكة، ولكن كل واحد منهم كان يرى نفسه أمة للدعوة، فعاشت الأمة كبيرة. واليوم أمتنا ترى نفسها فردا فعاشت ضعيفة. وفرق كبير بين من يرى نفسه أمة فسمى الله إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة مع أنه لحاله كان وحيدا، ولكن الله جعل جهده ومعنويته ونفسيته ورسالته كأنه أمة، وهذا اللي عاشوا أصحاب النبي. ونحن أمتنا اليوم ترى أنها فرد ضعيف كالأيتام على مائدة اللئام، كل واحد يتلطش بها كيفما يشاء، فعاشت ضعيفة. معالي الدكتور، يعني لأننا نموذجين في العصاة، واسمح لي بهذا التشبيه إذا كان صحيح أو خطأ، يعني إن شاء الله ربنا يغفر لنا. أول نموذج وهو إبليس عندما عصى الله كبر واستعلاء، وأبونا آدم عندما عصى الله في الجنة وأكل من الشجرة لكن ضعف وابتلاء. وتحدث الله مع إبليس بحديث يختلف عن حديث أبونا آدم. كيف نفهم نظرة الله عز وجل لمعصية المتكبر ومعصية الضعيف؟ الله عز وجل له عزة وكبرياء، العزة إزاري والكبرياء ردائي، وهذا تشبيه من الله عز وجل ليس تجسيما، من الله حتى فهمنا. فالعزة رداء الله عز وجل، من نازعني قصمته أبدا. اللي بده يعتز على الله، النمرود اعتز على الله فدمره، فرعون اعتز على الله دمره سحقه، كم من إنسان اعتز على الله فسحقه الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من عدالته ولطفه وكرمه وامتنانه أنه يفرق في العقوبة بين من تعالى عليه ومن عصاه بذل. بذل، لكن معصية معصية. ودائما وأبدا إذا أردت أن تقدر حجم المعصية فلا تنظر إلى ذاتها وانظر إلى من عصيت، لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. أنا كنت ماشي في السوق فأجيت خبطت واحد، فقالوا هذا جارك، يلا بسيطة نتأسف له. لكن واحد قال لي: أنت عارف مع مين خبطت؟ أنت خبطت مع الوزير فلان. أوف أوف أوف، هو نفس المشكلة ولكن بدأت تتكبر. قال له: أنت عارف مع مين خبطت؟ هذا رئيس الوزراء نازع السوق متخفي. يا مشكلة المشكلة. قالوا: أنت خبطت بمدير المخابرات، مش راح أنام في بيتي. صح ولا لا؟ صح. هي نفس المشكلة، ولكن قيمة المشكلة بدأت تتنامى وتكبر بمقدار من عصيت وبمقدار من أخطأت معه. فإذا عصى الإنسان فإنما يعصي ملك الملوك. يا الله. لكن ملك الملوك رحيم، ملك الملوك لا تضره معاصينا ولا تنفعه طاعاتنا،
ولذلك ملك الملوك من أتاه منكسرا تاب عليه، ومن أتاه منتصرا كسره. فالعبرة ليست في المعصية، المعاصي راح تحصل، أنا وإنت راح نعصي، ليس منا إنسان إلا وله ذنوب. ولذلك بتعرف شو مشكلة النساء عندنا؟ مشكلة الزوجات، تريد زوجا بلا خطأ، هذا مش موجود إلا بالجنة. ومشكلة الرجال أنه يريد زوجة بلا أخطاء، هذه مش موجود، ما فيش قدامه غير حل واحد، بيروح عند سيدنا النجار، نجار فصل لي زوجة مواصفاتها 1 2 3 4 5 على الكتالوج، بغير هيك ما راح تلاقي. وهي كذلك إذا أرادت زوجا بلا ذنب فإنما تريد أن تتزوج إن من نبي أو ملك، وهذول الاثنين مش موجودين. لابد أن يكون عندنا ذنوب، لابد، ولكن دائما وأبدا ليست العبرة بالذنب، ولكن العبرة بعاقبة الذنب، تستغفر أو لا. ولذلك ربنا قالنا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، بالليل عشان يتوب مسيء النهار، يعني كل طلع الشغل الله ببسط يده بالليل، لكن مش هاي بدي إياها. شوف بالله عليك نص الحديث، ويبسط يده بالنهار ليتوب مين؟ مسيء الليل. هو مسيء الليل شو كان يسوي؟ نوادي ليلية، هاي مسيء الليل، نوادي ليلية وسهر وسكر ومعاصي، ومع ذلك لا يغلق الله بينه وبينه التوبة. شوف نص الحديث، ويبسط يده بالنهار ليتوب مين؟ مسيء الليل. هو مسيء الليل شو عمل؟ وما خلاش ايش ما عملوش، هاي مسيء الليل، ومع ذلك فإن الله يبسط يده لعله يقول استغفر الله. شوف حديث النبي بالله عليك، احنا بنقول في ملائكة حسنات وسيئات، صح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد وكل ملائكة السيئات إلى ملائكة الحسنات. يعني مين المسؤول؟ الحسنات، الحسنات مسؤولة عن السيئات. شوف بالله عليك، فإذا أذنب العبد ذنبا قالت ملائكة السيئات، تحكي للمدير أسجل أكتبها، فتقول ملائكة الحسنات أميله سنة شوي لعله يستغفر. فإذا جن الليل إجا الليل، قالت ملائكة السيئات أكتب، ما خلص النهار وإجا الليل، فتقول ملائكة الحسنات أمهله سنة شوي علّه يستغفر. يا الله، فإذا نام العبد ولم يستغفر مين اللي بيحكي؟ الله. فإذا نام العبد ولم يستغفر قال الله عز وجل ما أقل حياء عبدي. يا الله، نام ولم يستغفرني، نام ولم يستغفرني، استغفر الله العظيم، وعزتي وجلالي لو استغفرني لغفرت له. بس قول آسف، بس قول آسف. إحنا مشكلتنا ما نقولش آسف، ليست المشكلة في الذنب، ليست المشكلة في المعصية، ولكن المشكلة ألا تستغفر بعد المعصية. ومش معناته روح أعمل الذنب عشان أستغفر، لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. أخطأت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، أخطأت بنفس الذنب، أخطأت بذات الذنب، فأتوب إلى الله فيغفر الله لي. من الذي يغلق باب التوبة اليوم؟ والله أننا أغلقنا أبواب التوبة في وجوه العصاة، والله أن من بعض الذين يشربون الخمر اليوم، والله لو لامس الدين جزء من قلبه لكان خيرا من كثير من الساجدين. والله بعض العصاة اليوم لو وجد من يوصل له كلمة الخير، بس احنا بتعرف شو مشكلتنا؟ احنا اغلقنا على بعضنا، ابو الجامع بيحكي مع جوات المسجد، واللي مخمرة بتحكي مع المخمرات، والمنقبة مع المنقبات، وروحنا قسمنا المسلمين طبقات. لا لا، غلط. العصاة محل دعوة وهم الاصل، والصالحون محل قدوة، فانا اخذ من القدوة وبروح على الدعوة. هل يجرؤ اليوم، بس أدق عليك نقطة، تفضل، هل يجرؤ اليوم واحد من علمائنا مشايخنا دعاتنا يدخل على خمارة؟ هيستغرب، لا ما بيعملوهاش. السبب لأنه العالم لا يريد، لا، أنا مستعد أعملها، أنا على استعداد أن أدخل إلى خمارة للدعوة، ولكن احمو ظهري أن لا يقال فلان دخل على الخمارات. فمشكلتنا اليوم شعبك راح يوكلك، مشكلتنا المجتمع راح يوكلك، وسيشهر بك وسيشنقك شعبك اللي بصلوا وراك
لو فعلت هذا الفعل لن يصدقوا أنك دخلت إلى خمارة لتعظهم، مع أن أولى الناس بالموعظة أصحاب المعاصي. صحيح. طب دكتور، يعني الآن الإسلام دين منظم، دين في قوانين، في أحكام، المعصية لها يترتب عليها أحكام، يترتب عليها قانون، وفي ذات الوقت الأصل الستر. يعني عشان بس نكون فاهمين الموضوع بشكل أكبر، إذا عصيت في السر فالأصل السر يبقى، لكن إذا ظهر للعلن الأصل يقام الحد، صح أو غلط؟ ولا كل ولا المعاصي تختلف في الأحكام هذه؟ من, من 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 طهر الدين أنه لا يكسر سترا، لا يكشف سترا ولا ينتهك بيتا. لو إنسان يسكر في بيته ليس لي أن أعاقبه، رب اللي بعاقبه. لكن لو خرج خارج منزله وشرب خمرا في البيئة العامة، لا، هذا داعي فساد فيعاقب. ليس لنا أن نفتش أسرار الناس ولا بيوتهم، ليس لنا أن نتجسس على أصحاب المعاصي في معاصيهم، لأن كل إنسان راح يغلط. ولكن المطلوب مني أن أحافظ على الجو العام، مطلوب مني ألا تشيع الفاحشة في مجتمعي في الذين آمنوا، ولكن حرام علي أن أكشف سترا ستره الله عز وجل، سواء في حق الغير أو بحق نفسي. بحق الغير أتجسس، هذا حرام، ولا تجسسوا، ما إلي فيه، ما لكش علاقة، ما إلي علاقة. الإسلام عمره ما دور وراء الناس، والإسلام عمره ما خبط على باب بيت أو اطلع من الشباك شو بتعمل، عمره ما عملها. هذا في حق الناس ممنوع، وبحقي أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى، يعني مغفور له، إلا المجاهرون. قالوا: من المجاهر يا رسول الله؟ قال: الذي يصيب ذنبا فيستره الله ثم يأتي فيقول: فعلت وفعلت. لا، أنت صرت دعاية للذنوب متنقلة، فهذا الله عز وجل يعني باب التوبة عليه مضيق، مش بنقول لا يغفر له، مضيق عليه، لأنه هو كشف ستر نفسه. فالإسلام لا يبحث في النوايا. تعرف شو مشكلتنا اليوم؟ أني أقولك ما لم تقل، وأنسب إليك من الفعل ما لم تفعل. بيجيك واحد بيقول لك أنا مسلم، يقول له: لا لا لا، أنت شكلك كافر، أنت شكلك من برا في شكلك كافر، فيجب عليك أن تشهد الشهادتين. مشكلتنا اليوم بنكون قاعدين في قاعدة: والله شكلك ما بتصلي. يا أخي أنت شفتني ما بصلي، شفتني ما بصلي، والله شكلك كذا وكذا. يوم من الأيام كان في عندنا في الأردن دفع فواتير الكهرباء والمياه تتم في البنوك، تتم في البنوك. فأنا كواحد مواطن بروح أدفع في البنك، لقاني واحد واحد طالعين، قال لي: شيخ، عشان خاطري عندك لا ترجع تدفع الفاتورة البنك، احكي معي تلفون، أنا باجي بأخذها وبروح أدفع لك إياها. فأنا مستغرب، أقول له: ليش؟ قال لي: مين بده يصدق اليوم إنك مش ماخذ قرض ربا وجاي تسد القسط تبعه؟ فإحنا مشكلتنا نقول بعض ما لم نقل، فبصير قدام يقول لك: طب خربان وخربان بلا منها. طب دكتور، الآن تكرار المعصية، يعني كلنا مبتلون بتكرار المعصية، هل تكرار المعصية يدخل في باب الكبر، في باب اللي هو يأمن مكر الله، في باب التسويف؟ كيف ممكن المسلمين أن نحتسب تكرار معاصيهم سواء كبيرها أو صغيرها؟ شوف، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي حلها. قال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: أي رب، قد أصبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله: غفرت له. ثم أصاب ذنبا، نفس الذنب وقع فيه، فقال: أي رب، قد أصبت ذنبا سامحني. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يحاسب على الذنب ويأخذ به، قد غفرت له. ومرة ثالثة: قد غفرت له. ومرة رابعة قال الله عز وجل: قد غفرت لك فليفعل ما يشاء. شين يفعل ما يشاء؟ ما دام أنه يستغفر. الأصل الاستغفار. لو وقعت في الذنب مش مئة مرة، ألف مرة، إياك من أمرين: أن تستحل الذنب، تستحل إذا ما تقول يا الله صارت حلال، أن تشعر بأنه حلال، لأن شعورك باستحلال الذنب مكفر، مشكلة. أوف. مكفر، استحلال الذنب مكفر. فإياك أن 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 تستحل الذنب، وإياك أن تعجز عن الاستغفار. ما دام بتقول استغفر الله العظيم وبقلب صادق، إن شاء الله التوبة حاصلة. أما استمراء الذنب واستحلال الذنب، لا، بيطلعنا من المشكلة. فنحن لا نقنط بتعدد الوقوع بالذنب، لا نقنط، ولكن نحن ننصح
ألا تغيب أستغفر الله عن اللسان. سبحانك يا رب، والله معلومة خطيرة. صحابي 4 مرات انجلد في الخمر. آه صحيح، 4 مرات. وفي زانية وفي زاني وبعدين تلك التي وقعت في الفاحشة سيدنا خالد الوليد سبها، سبها. إحنا اليوم والله بدون ما يقعوا في المعصية بيسبوا بعض، فسيدنا خالد الوليد سبها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفس محمد بيده لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض كفتهم لكفتهم. شفت ليش تسب عليها؟ فأنا ليس لي أن أجرم إنسان لمعصيتي، أنا لي أن أنصح، وأنا ما لي أحكم على آخرين. الآن معظم الأسئلة: ما حكم تارك الصلاة؟ ما حكم؟ وأنا بذكر في واحد مجال سيدنا الشيخ نوح رحمة الله عليه سأله سائل قال: ما حكم تارك الصلاة؟ وكان يتوقع يقول له القتل والموت قال: حكم تارك الصلاة أن تدعوه إلى المسجد، هذا حكمه. ختاما دكتور، نصيحة لو أردنا أن نقولها لأصحاب المعاصي في هذا المقام، ويمكن كثير من يشاهدك في إقرأ وكلنا هذا الرجل، كيف يمكن أن نتغلب على معصيتنا؟ أنا بنصح كل واحد عنده معاصي، وأنا أول واحد، إذا نام الناس واختفيت من ذنبك ومعصيتك انتهى، توضأ وأقبل على الله، وأنت ساجد قل له: مولاي أعني على خلع معصيتي حتى لا تعذبني بنيرانك. قل له: مولاي عبدك فقير إليك، زلت قدماي في المعصية، ما عصيت تهاونا بك ولا استعلاء على أمرك، ولكن ضعفت نفسي فزلت قدمي، فخذ بيدي إليك. مولاي أنا عبدك الفقير، أنا عبدك المخطئ، لا تضرك معصيتي ولا تنفعك طاعتي، فأقبل بقلبي عليك. والله لو ناجى الله عز وجل مناجاة المحروق على نفسه والله لن يخيبه الله أبدا. شكرا سيدي، حياك الله، يعطيك العافية. عافاك الله. تصنعها البشر فتسنها الدولة ونسميها القوانين، وأحكام تمليها علينا أنفسنا فنسميها الضمير، وأحكام يرسلها الله برسالته السماوية فنسميها الدين. القانون والضمير والدين مثلث لا غنى للإنسان عنه، فمن شغلته دنياه خسر آخرته، ومن عصى الله كرهنا معصيته لا كرهنا. والقلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة، ويصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤه بالذكر، ويعرى كما يعرى الجسد، ولباسه التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والتوكل والمحبة والإنابة. دمتم في معية الله. جاوب نفسك.